إذا كلفك على نسبة ما أعطاك. قال يا أخي هذا كلفه صحيح وعقله وعطاه عقل، لكن ما بيهتدي من نفسه ويعرف الحق من الباطل ويعرف هذا بينفع، لأن الأمور إلى عواقب وهل ما بعرف العواقب؟ قال لا صحيح ما بعرف، ولكن هو من عنده يرسل رسلا وينزل عليهم نورا وهديا فيبينون له فهو يتعقل وينظر. ولهذا قال إنا هديناه السبيل، أي دللناه على طريق الحق، أما من نفسه قد لا يعرف الحق ولو كان عنده عقل. طيب ما يعرف لأن الأمور في العواطف. إنا هديناه أي دللناه، هذه الدلالة فهم، هذه البيان والدلالة. هديناه السبيل أي الطريقة الحق والسعادة والخير وصلاح الدنيا والآخرة. طيب هذا الهدي والبيان والدلالة بواسطة من؟ قال بواسطة الرسل، وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد جاء بهدي العام جميع الأنام.